السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه فقاس بالشوكولاتة كيجي كي رائع في المذاق سهل في التحضير مكونات بسيطة أكيد غادي يعجبكم إذا جربتوه خليكم معايا باش المكونات وطريقة التحضير غادي نحتاج لهذا الفقاص نص كاس ديال السنيده زوج معالق كبار كاكاو المر ماشي الحلو غادي نحتاجو لخمسة وسبعين غرام ديال الشوكولاتة حتى لمية غرام على حسب الذوق ثلاثة البيضات كاس ديال اللوز نص كاس ديال الكوك يكون من الأحسن يكون الكوك ميدم نص كاس ديال زنجلان نص كاس ديال الزيت كاس الا ربع ديال الماء وغنحتاج للدقيق على حسب الخليط كيس ديال سكر فانيلا وكيس من خميره الحلوة. ناخذ كاس الرنا اللي غنديرها فوق النار ندير فيها كاس الا ربع ديال الماء نزيد عليها الزيت والسنيده والكاكاو المر ومن بعد نديرها على نار هاديه حتى يغلى لي العناصر ويتجانسوا مع بعضياتهم تقريبا واحد 3 دقائق حتى خمسة دقائق من بعد ما نحيدهم فوق النار نزيد عليهم القطع ديال الشوكولاته نخلطهم مزيان ونخليهم حتى يبردوا هنا كما كتشوفوا زدت ليه القطع ديال الشكلاط هاد الشكلاط كيتقل شويه الخليط ما كيبقاش كيما الاول وغادي نخليه جانبا يبرد خليت الخليط يبرد ودابا غادي ندوز باش نقطع اللوز غنقطعو على هاد الطريقه ما بغيتش انا نطحنو آه باش ما يتهرش بزاف باش يبقاو ليا القطع شويه باينين ديال اللوز غنحاول نهرمشو بهاد الطريقه كيما كتشوفو صافي دابا بغيت انا القطع طيب يكونوا لي على هذا الحجم ما نزيد نهرسو اكثر غندوز باش ناخذ الخليط الاول اللي وجدته من بعد ما برد وغادي نزيد عليه ثلاثه ديال البيضات بعد ما زدت البيض وخلطت مزيان ما تنساوش كذلك تزيدوا رشه ملح غادي نزيد كيس ديال سكر فانيلا نخلط العناصر ونزيد اللوز ثم نزيد الزنجلان والكوك ونزيد الدقيق بالتدريج مع كيس ديال خميره الحلوه غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع عندي الخليط والعجينه ما تكونش قاصحه نهائيا باش ما تشققش لينا في الطياب نخليوها تكون شويه مرخوفه هنا من بعد ما تجمعت عندي العجينه غادي نقسمها على ربعة ربعة القطع كما كتشوفوا نحاول يكونوا القطع بربعة متساويين كل قطعة غادي نشكلها على شكل كويرة ونديرهم على شكل بودان شكل المعتاد ديال الفقاص غادي نديرهم في صينيه ديال الفرن تكون مدهونه بالزيت خديت شويه ديال الكاكاو زدت عليه شويه ديال الماء خلطته مزيان وغادي ندهن به الوجه ديال هذا الفقاص من بعد غادي نشرطهم بالفرشيطه كما متعودين وقبل ما ندخلهم الفران غادي ندير فيهم تقيبات صغار يا اما بيبره ولا بعود ديال الاسنان وندخلهم الفران يكون بارد على نار مهيله حتى كي يطيبوا على خاطرهم هذا هو شكل الفقاس من بعد ما خرجته من الفران غطيته وخليته حتى برد مزيان ودابا غادي ندوز باش نقطع غادي نكملو كامل في التقطاع ونديرو في صينيه الفرن ونرجعو للفران باش يكمل الطياب هذا هو الشكل ديال الفقاس بعد ما طاب وخرجته من الفران كيجي المذاق ديالو رائع وحتى الشكل اروع نتمنى فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ومع السلامه نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله